Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve nusalli ve nüsellimu ala khatemil enbiya ve'l murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Her em it ve heyveda daspeka heyva Ramazani, heyva khayri, heyva bereketi, heyva tevbe, heyva sadaqe, heyva tabii sulhi, heyva avahiye yani be hemu canibeke ve insan مگوتي الفي هي في استعدادي هي بل هفي هي أفنر بها يعني ريكا آضا هي بجريتو خو آضا كتو خو بزفرينتو حتى دي مايكي أف هي في محطك زورة مهمة بو إنساني طبيعي أو في محطة راوستي أو أوراق خجرك دي ترتيب كتبا چنك إنسان طبيعي نا عيبك وخلت يبكت وجنهبكت خلت يكرن وجنها كرن طبيعتي إنسانية أجر أبجنها إنساني نكربا أبيمرو بها خو نشت كندو أبي إنساني خو زليل نذكر برمبري خد تعالى برهند خد تعالى بيجي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين باشه چاو حش توابید کت پانی اوی انسانی برین هو گلک گنهید کرین گلک خرابید کرین گلک تجاوزید کرین گلک صفحه خوی رش کری چاو خودی حجید کت بجید اف صفحه رش کرین اوی انسانی برین هو ول بی مروید کت او رو خو بشکینید اف انسانی ها ذلیل ببید اف انسانی خو پاویتا یعنی اکد بیجن خوب کمینید برام بری خودی تعالا بجا او جنها او كار او تجاوز او بينغاف او يعني خطوات توكو والانسان يتكاد كانسان تشميت وعبوديته خو نشا خديت دتو خو زليل كاتو اف انساني ها طبعا خو مليل كاد برمبري خدي تعالى بجيت او جنها يعني او ويكري طبيعي جنها كفايدة دابو يعني استفادة في إنساني كير أبي مرو بها في جنها ها يعني في تجاوزها شيا غرورا خو ليبا بيت شيا طبيعي في إنسانها خو نيزيكي خديب كد بل هندي جيو حديث بيجت لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم ولا جاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم يعني بيشت أكي وقنها نكربانا خدي تعالى دوابات نتلانا شكي طبيعته بشري إلا طبعا دي قنهيكات بس بيجت قنهيكرين بشتي وي قنهي وقت تدبيه مروفة كيدي وقت تدبيه شكلة كيدي وقت تو طبعا رفتارة تتيتا قهورين وقتی عبودیت و خوشکان نتال دف خود تعالی دیار بیتا پشتیوه گنه ابا برهند خود تعالی بیشت این الله یحب التوابین چاو گود که این الله یحب الانبیاء و یحب المتقین و یحب المحسنین و یحب اولیاءه وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتزاورین فیا الى آخری طبعا اوان نصوص تانه به چه و خود تعالی حشوان مروفت کرد او مروفت وکو نزیکی خوده او ات وکو طبعا بگل خوده دیجین او مروفت تنه بشت ها حس حش توبداری جید کرد پا گنهتوی پا برپره بره او هیچ خود تعالی لینا زفرید برای خونه داده گازنده لینا کرد بو چنکی اوی مروفه ها طبعا پشتی وی گنه اعتراف کرد زانی بیانه و حجم خوی طبیعی زانی چه زانی اواوی کری تمرد بو سردا چون بو به ادبی بو برانبری خودی تعالی ابرو طبیعی ابرو بها موقف خجوری تماما بعبدک ذلیل و يدعو الله طبعا قازی خودی که طبعا بی تضرع الوی وقتی اب گنهاوی فایده ویده اب سردا چونهاوی فایده ویده برنده جی بیش کلو بنی آدم خطا وخير الخطائين التوابون قلت خير الخطائين التوابون معناه إنساني وكو بشتوي رحلة ديرات يا خدي تعالى بشتوي كاري ويدقال شيطاني كري رأسا اعتذار بكتل الخدي بشتاس اعتذار بكم أو كاري مكري دقال شيطاني أزن كيف دي كاري دقالتا كم ودي دقالتا طبعا عملهم دقالتا ديهم وشم يا رب ودي دقالتا بم بيش اف انسانه جلاكي محبوبه جلاكي شيرينه جلاكي بقيمته جلاكي بهايه جلاكي كذا برهند خدي تعالى اوجي كرشوان ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهر انسان ديجي ابي طب امريكا خدي تعالى طبعا جرن افيفا ربزون طبيعي الدسبيكا بهيفي ولو ما يعني قولينيا يعني كصوت
بس أبي هات يا جوتن بجنبان غيبياتها طبيعي الفيها يبا رمضان شبا أولي رمضان وحتى دي مايكي نداء خدي تعالى يا طبعا دوبارة كريا ويا مكررة بو بإنساني إذ بجيت يا باغي الخير أقبل يا إنساني وكو تريك باشي قلت البداية أبرو محطة أبرو تو زيدك عمل خو زيدك باشي خو زيدك طاعت خو زيدك بو چنك عمل وقت يعني وي دم أو دم بقيمات عمل جلوري دي بقيمات كبير وقت انسان هاي في رمضان دا مثلا عبادت كد وي وقت او عبادت دهتا زيدا كرن يعني يلق جارا دي مضاعف بتا وعملها بو چنك اف هاي فهني اف وقت خده تعالى قيمتي داية باشا انسان شت برلمان شت وقت بدتا او قيمت بدتا وقتي حكومت شت ملك شت سلطة سياسية شت قيمت بدتا وقتي ان قيمت بدتا مروفي ان قيمت بدتا ارضي ان قيمت بدتا كرياري الجواب نا نشت قدسية بدتي قدسية تقديس وتحليل وتحريم هذا اختصاص يا خدي تعالى أنا بري خب دي أبرو كم برلمانات الدنيا هيك يكون بن وبريار بدن بيجن عرق حلالة طبيعي حلال نابيد أكاد حكومات الدنيا أبرو بريار بدن بيجن ربا يا حلالة حلال نابيد مسألة يعني حلال كرن وحرام كرن هذا اختصاص يا خدي تعالى يا حتى ملاجين أو ملايا خداني شاشكا مدلس شاشكا درو شاشكا نفاقي جي أو جي نشت فتوى تشتي حرام طبيع حلال كد أو صلاحيات تويدانية ولو أف ملايا تاني هندك ميتن طبعا في جوري أو وكو بازرقانية دائما بدينيت كن يا معلومة جاو إنسان بازرقانية بديني بكت شاشكا بكت منبر بكت رهيب كد شبتي ويجن كي وعاهرة ووكو بازرقانية بلا شيخوت كت يعني فرقا نيان أنا هشتا أف عالم ديني بيسترا هشتا خرابترا إنسان كي وصاي ترهاتا إذن ليرا أجرام بري خوب ديني يعني چه تشتا أو كيا تشتي تقديس كت أو كي بو مهيبا رمزاني وصا تقديس كريا وصا قيمة داية وصا نا برلماني نا حكومتي نا رئيسي نا أفا خد تعالى أف قدسية إداية رمضان أف بها إداية أف يعني قيمة إداية رمضان أن مثلا أرض كعبة كي قيمة داية كعبة أو إنسان تشتت كعبة نبيجت كي طبعا صد هزارة خده دبو نبيسي كي وكريا بيقبي عالم تشت هندسة أفر تشت بنايات آبا كد ده جار الكعبة مصدر ولاوتر يعني بمرمر إيطالي ده آبا كد بس أو قدسية دي شندني ديشن مكانته كعبه داني الجواب نا بو چنك اف كعبه هني اف قدسيته رب العالمين دايه ابا نا اختصاصي كسيها فاذا انسان وقت تبينت روجا كابيروس روجا ايني يوم الجمعة كيف قدسيته دايه بروجه كيف روجا هني يعني عيدا بصرمانا يو وخير تيدا وعمل تيدا وكذا يعني قالك مضاعب ابا شولي خده تعالى يا بگه به گلک انسانی تین گلک مروفی تین تقدیس عائله کت کن آن یا مسئوله کت کن آن یا رئیس حزب کت کن آن یا ملیکه کت کن بس اول دف خود تعالی تقدیس نابید او طبعا بشر ممن خلق و مما خلقه الله اف مروفی تنه به وی طاعتی بو وی شخصیت کن آن بو وی حزبیت کن به تاییده بود کن به دصابت قطن به بلویره بود بیجن به رقصه بود کن قدسیت ناداده بس اگر تو برای خوب ده انبیاء خود تعالی بود مقدسن چکی خود تعالی اف قدسیت ایدایه اف ناب ایدایه اف بها ایدایه اف وزن ایدایه بلا عالم بزانید قدسیتا یعنی وقتی جی خود تعالی دته و تحلیل و تحریم جی اختصاص خود تعالی کس نشه طبعا تسکاریه افرو تشت یعنی حرام دا بکد حلال کد یعنی تشت حلال مثلا حرام کد افا اختصاص خود تعالی حتی طبعا دیمایی که بجليرة جرام بري خب دينا قدسيته طبعا أبي هيبة هني هيبة يعني جلك بيروز مبارك بيروز يوش طبعا خدي تعالى ده
بنفي محطة روحي بجنفي محطة روستياني دراستي إنسان بشتينجي طبعا دي عقلي خدي شو لي جالك جر عقلي إنساني مشتت بيت ها وبلابد بيت بريخوب دي جالكو إنساني عقلي حكوم كده بجول عقلي بجمع بيكون بريخوب دي رفتارة ودي بيت رفتارة كملائكتي وده هي تقبل كرين بس وقت عقلي في إنساني طبعا بجالات بيت وطبعا بيربرد بيت أو كده بجنجي خونه منيت يعني بريخوب دي تصرفات توي دينانه في إنساني ها برندي خدي تعالى خطاب قال عقليت كت وتبيش إنساني يعني تو أبي عقلها بارزة ونكة تعدية طبعا لينك وكذا حتى دي مايكي بجلفي هيبا طبعا بيروز ومبارك موجودة نداءات التين دف خدي تعالى ولم أمبنا حسين بيش يا إنساني برينك تو هر باشي تذكرو تو فيلي باشي بي أبرو كا بيشك بلندك زيدك يعني تو باشي أخو أبرو كا زيدك بو چك انسان دائما مطلوب شوي منافسه بكسر عالم عمل اخرته بجيت اگر ايكي منافسه كر سر دنياي اتركه بهلا بريكانت قلناك بجا يعني هر منافسه قلتناكم سر طبعا دنياي كوني فاقب كمو منافقيب كمو تملقيب كمو ديني خب فروشمو بما دوري بما إنسانك كذاب جبان دا تشتكل دنياي حطام الدنيا اس منافسنا كم سربي أبدا وفنشأني منها بس بيجت من نافسك في عمل الآخرة فنافسه أما أجر إيكي هاد فيا بريكانت قلت بكت كل عمل آخرته بوقتي دستانة داهلتو ببا إنسانك يعني چلنك ومروبك زيلك ومنافسه وتحدي قبول بك سر عمل آخرته مجتمع الصحي مجتمع عاقل مجتمع آجشخو مجتمع جاف مجتمع ساخلم دائما ينافس على عمل الآخرة كده كي بتر طبيعي باشي كده كي بتر ده إصلاحي كده كي ده بتر راست كي بجيتو كيش ده بتر يعني أمانتي صفات أمانتي دفخو بيدا كد كيش بتر صفات الرحمة ده دفخو بيدا كد كيش بتر ده دست خلقي جيرد كيش بتر ده أكد بجيت طبعا هاري كاريا عالمي كد كيش بتر يعني حتى دمائي كي بجنبي عالم الآخرة بجنبي فضائل الفضائل تاني رب العالمين خواست الإنسان مؤمن خدا إيمان وبوري أو دائما مروفك چلنگ بالنشاط ويا بسنور بيت وقت منافسيت كسر عمل آخرته بل الويدة ميما قوتتا حقي ونيا وخده تعالى اللي قبولناك أو رابط منافسيب كت أبرو سر دنياه چيكي منافسة سر دنياه دنيا وآخرت هردو طبعا ديشيت هر وكي لقمان الحكيم قلت يا كريخو قلت يا كري من دا بوتا بيجيم وقه خب دا من قلت بلي قلت بي دنياك بآخرتك تربحهما جميعا دنيا خوب بفروش بآخرت أخو هر دو دي دستا كبن دي بهر دو طبعا دي هر دو كحصل كي چاوة دنيا فروشي نمعنى دنيا فروشي كاري نكت عملي نكت تجارتي نكت يعني اكد بيجن بازرگان اقتصادوي ان مالوي ان كذا بجوانا سؤالي بي نه نه بيشتي دنيا معنى بي او حياة أخو يا دنيا تو كاري بك بس دائما انسانك منافس با منافسه بكسر عمل آخرته او مروبه وكو منافسه كانو دنياه كان مزرعة بو آخرته و دنياه كان جسر داله ببورم چنا آخرته و دنياه كان بحشت پاشی چنا بحشت دادی چكت بشت او انسان من لم يدخل في جنة الدنيا لم يدخل في جنة الآخرة جنة الدنيا چه منافسه السر فضائلة سروان مكرومات وان باشيا وان شاكيا وان تشتي عظيم انسان وقت منافسيت كتو بري كانت كت سربان عمل آخرته الوي انساني وي دمي اوي دنيا خو اي خستت خزمت آخرته دا برنده جي دنيا مزرع بو آخرته او انسان ابرو داخلي ايماني نبيتو داخلي بحشت دنياي نبكو ايمانه او داخلي بحشت آخرته جي نابيت دل هردوكا كو ربيت بيجي فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى إنسان كوربي الفيرة ويرجي هردي كوربي بل لو إنسان بشار بشاب فمن أبصر فلنفسي أبريكا الدنيا بزاني دي شاب ريبتشت لويرجي دي بشاب كبيتو حتى دي مايكي بشي بيجي دي أبو نايم
بجيت لا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا. اگر تا آخرت فرود دنیا نه دنیا تو حصلت کی اون آخرت الهر دو صفقا دی در کبی خسارت و دی مفلس بی الوی دمی ها طبعا تا فایده نگهان دخو و تو نشیای ویب که یا خود تعالی گود که تا طبعا بکر فالبر بچند عمل یعنی دنیای وقتی انسان کرد آن دی دنیای که جسر آن دی که مزرعه یعنی اوجی مقدمه طبعا بو آخرته اگر تهند عقل نبی تو هندی تشارزه نبی اف عمر خود تعالی دایته البان محطات ایمانی شبه تیو رمضان طبیعی تو بکار بینی معنا پی او تو انسان کی یعنی هجی خطاب خود تعالی نی شکی رب العالمین دائما خطابت گل انسان عقلت کرد معنا لیل السفه اخو بعقل یخو تا دیار کرد چکه او انسان ویگو به غلط کید که تو سر داد چی تو دیر خودید کبید او انسان اول صفات وی سفیه عقلی ویل جه خونیه یه تمام نیه خودی تعالی جیند گلوان تاغ بید و نه بری خود ده توان انسانا رب العالم ندائی بس لأولی الالباب این فی ذالک لآیات لأولی النها عقل یا اولی الالباب چنکه اون آوا کرد دنیای اون ریا خودی تعالی زانن اما اگر بی انسان که سفیه نظان شبتی یعنی بارا پتر ابر الانسان او مروفتنی فعلا جاهل و نظان و عقل وانی و مایه و آخر دعوان عن الحمد لله رب العالمین.